أكدت مصر نجاحها في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد وتخلص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية. وفي كلمة مصر خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد والذي عقد على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار انخفاض معدلات انتشار فيروس سي إلى 38% عام 2022. وأضاف عبد الغفار أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس.